السيدة جمانة الغلاي. بداية مرحبا بك سيدة الغلاي في نشرة الثالثة، يعني هل المفوضية قادرة على إجراء انتخابات مبكرة يعني في الوقت الحالي؟ ما هي الاحتياجات وما هي المعوقات التي تقف في طريق المفوضية؟ نعم، السلام عليكم. أهلا ومرحبا. مفوضية الانتخابات مؤسسة مهنية محايدة أسست لإجراء الاستفتاءات والانتخابات، فبالتالي هذا من صلب عملها الفني. لكن موضوع جاهزية المفوضية من عدمها، هذا يعود إلى مجلس المفوضين، ولم يصدر عن رئيس أعضاء مجلس المفوضين أي قرار في هذا الجانب. طيب، يعني ما حقيقة الحديث عن ربما هناك يعني في حال إجراء انتخابات نيابية مبكرة المفوضية بحاجة إلى مبالغ مالية طائلة لإجراء الانتخابات؟ أكيد كل عملية انتخابية تحتاج إلى قوانين التي هي من صلب عملها، وتحتاج إلى الموازنة الانتخابية، وهذه الموازنة الانتخابية عادة تقر مع الموازنة الاتحادية، وأحيانا أخرى تقر الموازنة الانتخابية على حدة في مجلس النواب العراقي. فبالتالي أكيد مفوضية الانتخابات لأي عملية انتخابية هي تحتاج القوانين وتحتاج الأموال لغرض تمويل العملية الانتخابية. طيب، ما هو أقصر وقت تستطيع به المفوضية إجراء الانتخابات برأيك؟ هل تتوقعون أن الانتخابات المبكرة لو أجريت ستكون هناك يعني نسبة مشاركة عالية؟ موضوع المفوضية ليس لها دخل في موضوع مشاركة الناخب. نعم. مفوضية الانتخابات معناها هو فقط تسجيل الناخب وإصدار البطاقة البيومترية، يعني خدمة الناخب العراقي وخدمة أيضا المرشحين وخدمة العملية الانتخابية. لكن مشاركة الناخب من عدم، هذا الموضوع يعود إلى الناخب. لا تستطيع المفوضية إلزام الناخب، لأنه هاي حرية مطلقة للناخب بحسب الدستور العراقي. فبالتالي توقعاتنا، يعني أتحدث كعمل مفوضية، أكيد مفوضية الانتخابات يعني ليس لها دخل في هذا الجانب. طيب، ما هو ردكم على الحديث السياسي الذي يشترط تغيير قانون الانتخابات والمفوضية لإجراء الانتخابات؟ عفوا، بالتأكيد موضوع قوانين التي هي من صلب عمل مفوضية الانتخابات هذا موضوع يعود إلى مجلس النواب العراقي وليس المفوضية دخل. لكن مفوضية الانتخابات ما عليها هو إجراء الانتخابات وفق القوانين النافذة حاليا، إجراء الانتخابات. لكن إذا تغيرت القوانين أكيد مفوضية الانتخابات تعمل بهذه القوانين، سواء كان قانون المفوضية أو قانون الانتخابات أو قانون الأحزاب التي هي من صلب عملها الفني. طيب، يعني في حال إجراء الانتخابات المبكرة برأيك، هل ستعتمد مفوضية الانتخابات على النظام البيومتري، خصوصا وأن المحكمة الاتحادية ألزمت مفوضية الانتخابات بالنظام العددي؟ عفوا أستاذ، بالنسبة لقانون، إذا كانت العملية الانتخابية وفق قانون الانتخابات رقم 9/2022 عفوا 2020 فهو بالتسجيل البيومتري والبطاقة البيومترية، وأيضا كان هناك جانب للبطاقة قصيرة الأمد. لكن إذا تغير القانون فكل شيء تغير في حينه، وأكيد مفوضية الانتخابات تنتظر القوانين أو أنها قد يكون تعمل بهذا القانون. القانون السابق أو قانون الانتخابات النافذ الآن هو أنه البطاقة البيومترية وأيضا البطاقة قصيرة الأمد. نعم، السيدة جمانة الغلاي المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.